طيب مرحبا بكم، وعنواننا الأسرة الإيجابية، سعيا إلى تكوين أسرة إيجابية. هذه الأسرة الإيجابية التي فيها يجد كل الأبناء أنفسهم، وكما ذكر أبو بكر كذلك يجدون يعني الرعاية للمواهب والقدرات. هي تكوين ولا مكون أصلا؟ هي أحيانا ممكن تكون مكونة هذه الأسرة أو في إطار التكوين. التكوين يبقى الاهتمام بالاثنين. اللي ما كون أسرة يبقى يتملك بعض المهارات والأساسيات والأوليات التسهم في أنه يكون إيجابي، إضافة إلى أنه الزول أصلا عنده أسرة يحاول يزيد من معدل هذه الإيجابية لدى الأسرة. مكون واحدة ممكن برضو. والله نحن مكونين واحدة. ليه تكون عندك نية ثانية؟ حبيبي دكتور علي. دكتور علي سهلا. صباح الخير عليك. وصباح النور، وسعيد جدا أن أكون في قناة طيبة، وأحييهم تحية خاصة لاهتمامهم الكبير جدا بالجانب النفسي والتربوي للأسرة السودانية. احنا والله بنحييك برضو دكتور عادل، بارك سعيدين الله فيك. بوجودك أنا معنا. الأسعد والله. الله يحييك. نعم. يديك طيب العافية. الأسرة الإيجابية والكلمات الإيجابية وكل هذه التفاصيل، نعم، خلينا في البداية نتكلم عن الأسرة باعتبارها هي الملاذ، نعم، اللي كل إنسان هو طفل صغير بيكون حاب يكون هذا الملاذ آمن بالنسبة آمن له. نعم. حقيقة لأنه إذا نظرنا إلى المجتمع هو مجموعة من أفراد، والفرد أكيد هو طالع من أسرة، فبالتالي الأسرة هي الملاذ زي ما ذكرت، الملاذ الآمن لهذا الفرد واللي هو بيمثل المجتمع. فالأسرة حقيقة يعني لها دور كبير جدا في التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، وهي اللي بتقدمه للمجتمع حسب التربية اللي هم يتربوها داخل الأسرة والتنشئة الاجتماعية نشأوا عليها. فالأسرة مهمة جدا بالنسبة للمجتمع، لأن هي التي تقدم هؤلاء الأفراد الذين يكونون المجتمع. فإذا كانت أسرة إيجابية لا شك أن ذلك يساهم في وجود مجتمع إيجابي، وإذا كانت أسرة سلبية فبالتالي أكيد هتخرج لنا أفراد سلبيين غير إيجابيين، وده اللي بيخلي فيه مشكلات حقيقية تطفو على سطح المجتمع. نعم. طيب العلامات والسمات اللي بتميز الأسرة الإيجابية، نعم، علامات شنو؟ الأسرة الإيجابية أولا هي الأسرة التي تقدم الرعاية والتربية الإيجابية لأفرادها. يعني مثلا لابد الناس تفرق بين الرعاية والتربية. الأسرة الإيجابية بتشتغل في المسارين. الرعاية يا أخواننا هي توفير المأكل والملبس والمسكن والمسائل المهمة دي، وفي نفس الوقت التربية اللي هي القيم وغرس القيم وغرس الأخلاق وما إلى ذلك. فالأسرة الإيجابية هي الأسرة اللي عندها فعلا سمات إيجابية، منها وجود القدوة. يعني القدوة في الأسرة مهمة جدا يا أخواننا، لأنه الأطفال بيتطبعوا بطباع الأب والأم دون أن يشعر، لأنه هو في مراحل بتاعة نمو مختلفة جدا، تكوين. فعنده عندما مراحل تكوين، وبالتالي عندنا ما يعرف في علم النفس بالتعلم بالنموذج. يعني يتعلم بعض العادات وبعض السمات وبعض الصفات من الأم ومن الأب. فبالتالي الأسرة الإيجابية لا بد من وجود القدوة الحسنة فيها، مسألة مهمة جدا في المسألة التربوية. ونجد بعض الصفات، مثلا الكذب، ما ممكن أنا أكون داري من أبنائي يقولوا الحقيقة وهم بيشوفوا الكذب في سلوكي. يعني ما ممكن أصلا، بيكون في تناقض وفي صراع نفسي لدى الأطفال، لأنه أنت بتنهاو عن حاجة وأنت بتعملها، فبيعيش الطفل في صراع، وقد يتشرب هذا الطبع، وبالتالي بتكون غرست فيه مسائل سلبية وبتخرج للمجتمع بهذه السلبية. فالأسرة الإيجابية من أولى سماتها وجود القدوة الحسنة، وهناك العديد من السمات. يعني لو أردنا أن نتحدث عن السمات الإيجابية أو السمات للأسرة الإيجابية هنجدها طويلة جدا، ومنها كذلك الأسرة التي تتمتع بالحوار. يعني الأسرة يعني القدوة دي باعتبار الأولى بعد طوال إبداء وتغيير الحوار، أسلوب الحوار. نعم. يعني لابد أن نعلم أفراد الأسرة أسلوب الحوار، وأكيد لو كانت القدوة حسنة بتتبع هذا الأسلوب، لأنه يا جماعة الأطفال بيمروا بمراحل، وكل مرحلة عندها متطلبات وعندها احتياجاتها، وما بتتطلب بالمناسبة الأب والأم لازم يكونوا قارين علم نفسي مثلا. نعم. لأنه هم مروا بنفس هذه الأطوار ومروا بنفس هذه المراحل، فبتجد إنسان غير متعلم ربى أولاده تربية ممتازة جدا. صحيح. وبتجد إنسان مثلا يعني متعلم وقد لا يجيد تربية الأبناء ورعاية الأبناء.
الحوار مهم ليه يا جماعة؟ لأنه الأبناء والبنات بمروا بمراحل بيكون عندهم أشياء إذا كبتوها جواهم، لأنه ما في مبدأ حوار في الأسرة، فيؤثر هذا الكبت على شخصيتهم، وقد يطلق العنان لأنه يفرغ هذا الكلام لآخرين قد يكونوا يعني غير مناسبين لأن يسمعوا هذه المشكلات وهذه الأشياء، وقد لا يرشدوهم الإرشاد الصحيح والسليم. كذلك الأسرة الإيجابية هي الأسرة التي يعني تدي وقت للأسرة، وقت ممتع، ترفيهي. يعني لا بد من هذا المجال، سواء كان هذا الترفيه في أماكن عامة أو في الكثير من مناطق السودان الجميل. يعني بنلقى أن الحاجات دي مثلا في شرق السودان، في غرب السودان، في كثير من الأقاليم بنلقى أن الحاجة دي ما بالضرورة تكون في منتزه ولا في حتة، يعني ممكن تكون في الطبيعة، يعني لهم بس تغيير مكان، تغيير مكان وتغيير جو، والأسرة تكون مع بعض ويتفاهم مع بعض ويلعبوا مع بعض وهكذا. مسألة مهمة جدا جدا. كذلك الأسرة الإيجابية هي اللي بتدي العطف والحنان لأفرادها. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس ومعه أعرابي وقبل أحد يعني الأطفال فقال: أتقبلون أبناءكم؟ يعني تعجب من هذا السلوك. فقال: يعني لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا أبدا. فقال: ماذا أفعل لك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو نزع الله الرحمة من قلبك. الأسرة الإيجابية هي اللي فيها الرحمة والفيها العطف والفيها الحنان وكل ما هو إيجابي للأبناء وللبنات. نعم، جزاك الله خير على المدخل الموفق جدا دكتور عادل، بارك الله فيك. هل بتكون حريص جدا على ممارسة الشخصية الإيجابية مع أولادك؟ ربنا يحفظه لك. إذا في موقف بيستطيع أنك تسهج أو تغضب فيه لحظتها، نعم، بتتحمل الحاجة دي ولا بتزعل؟ عشان طبعا أنا أكون واضح معك جدا، أنا بس دار الوضوح، أنا أيوة أكون واضح جدا. يعني أنا برضو سوداني، عندنا الانفعال السريع وعندنا الغضب وعندنا الأشياء دي، وحقيقة أنا تغيرت تغير شديد جدا بعد دراسة علم النفس حقيقة. يعني حتى يعني عندي أحد أبنائي مهند فقال لي: الله يا بابا بيرد علم النفس، يعني قال لي تغيرت شديد لأنه كنت في البداية فعلا في الانفعال وفي التوتر وفي أنك أنت ما بتقبل يعني السلوكيات السلبية، رغم أنه هي مراحل بتاعة نمو محددة ومعروفة. ويمكن أنا ذكرت كثيرا أنه مثلا الأطفال في طور المراهقة يعني مثلا بنكون قاسين جدا معهم، لانه بتحصل له تغيرات عجيبه. ممكن تلقى مثلا مبرم شعره وفاتح قميصه وعامل له كده يعني سلوكيات ومظاهر انت بتستهجنها جدا، لكن يا اخواننا هي مرحله طبيعيه لانه داير يلفت انتباه الاخرين انه اهتموا بي انا هنا، نحن هنا، فيا ريت يكون في التوجيه ويا ريت يكون في الارشاد. فحقيقه انا في شخصي تغيرت كثير جدا بعد دراسه النفس، التغير ايجابي. دي تجربه تاكد لنا انه من خلال العلم الانسان ممكن يتغير، يعني يتغير. والتغيير ده تحدثنا عنه في حلقة أنه هو بنص القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن تحصل على نتيجة، نتيجة بدون إذا أن يتغير نتيجة. لا بد أن تتغير، يعني الله سبحانه وتعالى تكفل به التغيير إذا أنت غيرت نفسك. نعم، فالتغيير ممكن، التغيير مسألة ممكنة. وأنا أقرب مثال قدامكم، يعني كان فيني الشخصية السودانية القاسية العنيفة اللي بتلقاها دائما رغم الطيبة اللي فينا، عندنا حقيقة شوية بعض عندنا الانفعالات والتوترات والحماقات، رغم أنها مرة بتجي مارقة، لكن ما زي زمان بنمسك فرامل بدت. يعني صحيح. طيب الواحد يتغير. أنا عايز من خلال الكلام اللي أنت ذكرته أستنبط هذا السؤال القادم: المرح واللعب في البيت واحدة من ميزات ومميزات وخصائص الأسرة الإيجابية، لا شك في ذلك. ما بين ممارسة هذا اللعب وهذه الميزة الإيجابية والمحافظة على هيبة الأسرة القدوة والقدوة. نعم، يعني ما أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله العظيم. بعض الناس بيتخوف يا دكتور من المسألة دي لأنه بيحس أنه قد تسرب منه الهيبة. التربية ذاتها يا أخواننا ما هي عدة يعني حاجات مع بعض، يعني لابد تكون متكاملة. اللعب بالمناسبة عند الأطفال واحدة من الحاجات المهمة جدا في تكوين شخصية الطفل. مش هم براهم، انت زادك تكون معهم، تلعب معهم. نعم تلعب معهم. أسا أنا صراحة بقول أنه الموقف يمكن بدأ يختلف قليلا، لأنه الآباء والأمهات بقى الشغل بالرعاية أكثر من التربية. يعني توفير المسكن والماكل والمشرب والتعليم وخلاص، يعني والتعليم وكذا أخذ كثير من الوقت. لكن ننبه كل الأسر لا بد من وقت مع الأطفال، ولا بد من اللعب مع الأطفال والجلوس معهم أثناء اللعب. يعني ممكن الأب يبقى طفل
مع أطفاله، يحب يركب في ظهره. دي حاجات بالمناسبة مهمة شديد جدا يعني. بعض الناس بينظروا لها نظرة سلبية، لكن هي إيجابية، لأنه الإنسان بيكون أو الشخصية بتاعت الطفل بتتكون. واحدة من الأشياء أثناء اللعب، صحيح. يعني بنلقى في لعب اجتماعي، ماشيين زيارة، مارقين ماشيين المستشفى وهم في اللعب يعني، فبالتالي دي أشياء اجتماعية بتنمي شخصيته. طيب كيف 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 المحافظة على المسألة دي مع الهيبة؟ مع الهيبة اللي هو التوازن، لابد يكون في مسألة متوازنة. يعني اللي هو لو ده بيدخلنا في الوقت ذاته، يكون في وقت للعب، يكون في وقت مثلا للمذاكرة، يكون طيب. نحن دكتور عادل نستقبل أم أحمد من الكلاك، إن شاء الله نتواصل معك في باقي أهمية وسهلا. المرح الأسري في زيادة عامل الإيجابية. أهلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أم أحمد. السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله بشكر أنا طيبة طيبة على برامجها الجميلة وبرامجها الراغية. وبشكر الأستاذ والدكتور. وعندي بس سؤال للدكتور. أنا عندي ولدي عمره 11 سنة. طيب. طوال بيقول لي يا أمي أنا داير أجيب كريمات، أنا داير أجيب جلي شعري، حاسي بنفسي هو كبير. أنا بقول له الحاجات دي استعملت، يقول لي لا لا أنا داير أجيب كريم، داير أعمل في شعري، داير شعري يكون أسود وداير شعري يكون سمح وكذا. نعم. يلا عمره عمره 11 سنة الآن. عمره 11 سنة هي. طيب. يعني أنا بشوفه هو صغير، لكن هو شايف روحه كبير يعني، وداير حاجات تخصه، وداير أي حاجة يستعملها بلاه وكذا. وردك له شنو أنت يا أم أحمد؟ بترد له شنو يعني نوعية الرد له؟ بتكون كيف شكلها كيف؟ أنا بقول له يا محمد جيب أي حاجة استعملها، حاجة بس أنت تمسحها في شعرك وحاجة تخليك نظيف وحاجة تطلع بها، ما شرط إلا الكريم ده. يقول لي داير الجم. الجم ما عارف شنو هو يعني يجيبه عشان يمسح في شعره، عشان بس الأولاد بيعملوا كده هو داير يعمل. نعم. يعمل الجم. نعم. أيوه. نعم. والسؤال الثاني يا دكتور، بيقول لك الأم القاسية نجحت في تربية أولادها والأم الحنونة فشلت، هل الكلام ده علميا صح؟ ممتاز. هذا سؤال جميل ام احمد، وان شاء الله ربنا يحفظ لك احمد ومحمد واسرتك الكريمه، وتجد ان شاء الله التعليق والاجابه على السؤال الثاني والتعليق الاول ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يحييك. احنا والله بنحييك جدا، واسئلتك تكون واقعيه جدا، سؤالين واقعيات من واقع الحياه السودانيه. صح. بقول لي اصبر له شويه كده. نعم. بقول لي ام احمد هي مرحلة طبيعية جدا جدا، وده الكلام اللي انا كنت ايوه، لانه المراهقة المبكرة اصلا بتبدا من 12 سنة. ف11 و12 يعني قريبات، في تقارب شديد جدا. فابنك ربنا يحفظه لك، هو في بداية المراهقة، بنسميها المراهقة المبكرة، اللي هي من 12 لحد 15 كده المراهقة المبكرة، والمتوسطة 15 إلى 17، المراهقة المتأخرة 17 إلى 21، وهناك تقسيمات أخرى يعني. المهم أنها هي مبكرة ومتوسطة ومتأخرة. فأحمد في بداية المراهقة المبكرة حقيقة أن إحنا ما نعامل الأولاد بعقلنا نحن. أيوة. يعني الان ام احمد بما ايوه ام احمد الان بتتعامل بعقلها هي، انه هو لسه صغير وهو لسه ما بقى للحاجه دي، لكن احمد بينمو نمو طالما ما بتضره يعني، لا بينمو نمو طبيعي الان، لانه هو خلاص شاف نفسه يعني كبر، وهو رجل، وهو لازم يظهر بمظهر جميل وبمظهر طيب امام الاخرين وكده. فام احمد تعتبر انه دي مرحله طبيعيه جدا هو بيمر بها، يكون فيها التوجيه، يكون فيها الارشاد. يعني ممكن مثلا يجيب زيت الزيتون مثلا يعني، وتذكر له فوائد وخصائصه وانه مذكور في القران وحاجه زي دي، وحاجه جميله وبنمي شعرك وبخليه اسود وكده، اذا حب يستعمل حاجه. اما هو مصر على حاجه معينه، لانه يا جماعه ده التاثر بالاقران، وهو حس ذكرت إن نعم. انه اصحابه بيعملوا ده، ايوه التاثر بالاقران. يعني هو في مرحله بيشوف ديل اقرانه والناس اللي قدروا بيعملوا في الحاجه دي، الحاجه دي اذا سلبيه او ايجابيه ده دور الام هنا. يعني هي توضح له وتبين له، ويا جماعة باللين وليس بالقساوة، باللين وليس بالقساوة، لأنها هي مرحلة. يعني أستاذ أحمد ديزة هي مشت معه بالتوجيه وبالإرشاد ومشته في الخط المستقيم، أكيد لما يصل المرحلة المراهقة المتوسطة بيكون برضو في بعض التغيرات الأخرى، كمان بيعمل أشياء في نفسه، عايز الناس تشوفه، عايز يكون ظاهر للآخرين مختلف منهم تماما، برضو بتحتاج للتوجيه وبتحتاج للإرشاد وهكذا. طيب فهو الأم الطبيعي. الأم القاسية العبارات المعروفة ناجحة. نعم. في تربيتهم والحنونة. نعم. دائما اخفقت واحده استاذ ابو بكر، واحده من او حتى ممكن يكون الاب بالمناسبه، واحده من الافكار السلبيه جدا يا جماعه، انه القسوه هي اللي بتربي. ويمكن دي في مرحله من المراحل، الناس الان اللي عمرهم فوق ال 45 سنه 50 سنه وانت ماشي، ديل كلهم كانت التربيه في السودان بتعتمد على منهج القسوه، الضرب لا والضرب والعنف.
مش البيت يعني، وبس حتى نعم المدرسة ذاتها. وحتى المدرسة يا أخواننا، أنا أحيي يعني وزارة التربية والتعليم لجمعها في الأسبوع الماضي كل وسائل الضرب في المدارس. يعني أنا أحيي، لأنه يا جماعة نحن بنلقى فكرة راسخة عن كثير من السودانيين في مراحل كده أنه القسوة هي اللي بتربي ولا بد من العين الحمراء وكلام زي ده. يا أخواننا التربية لابد أن تكون تربية متوازنة. يعني زي جبال أنت ذكرت سؤال مهم جدا، اللعب مثلا. اللعب انت ذكرت انه بعض الناس بيشوفوه بيفقد الهيبه، لا نعم. ابدا ما بيفقد نحن الهيبه. نحن نفصل في الحته دي ونفصل كمان برضه موضوع نعم. الضرب والله نعم. الاسر مهتمه جدا بالفقره الخاصه بمزيد من الحب. نعم اكيد اتصال معنا. طيب نحن في انتظار ام محمد وغيرها من المتصلين فيما يتعلق بالتواصل طيب الصباحي عبر مزيد انقطع من الحب. طيب اللعب خليل اللعب والمرح والمسألة دي نعم. يعني حمس دارين يا دكتور عادل نعم. نرسخ المعلومة الصحيحة. المعلومة الصحيحة أن اللعب مهم جدا لتنمية شخصية الطفل، ومرحلة طبيعية جدا من مراحل النمو. لا بد أن يلعب الطفل، ولا بد أن يعني لأنه في حاجات كثيرة من خلال اللعب بتكون الشخصية الإيجابية برضو للطفل. يعني لا بد أن يلعب، وده يعني بيوري انه حتى في بالنسبه لنا هسه في المدارس بنقول انه سن الدخول تكون 7 سنوات، بنصير على الكلام ده لانها هي السن فعلا بيقبل فيها التوجيه وبيقبل فيها الارشاد وكمل زي ما بيقولوا شيء من اللعب. يعني هسه كثير يعني بيخشوا 6 سنوات اول ما يجي من المدرسه هو جاري للعب وجاري للطين وجاري لسه ما كمل المساله دي. واللعب مهم جدا لكن يكون في يعني زي ما قلنا يكون له وقته في حمايه عين الاب والام. في حمايه عين الاب والام، لكن ما يسجروا الاطفال اثناء اللعب. يعني الامهات بالذات وسختوا له الحوش وسختوا ما بعرف، يا اخي خليه يلعب بالطين وخليه يعمل اشكال وخليه يعني ينمي مهاراته من خلال اللعب. وفي حتى العلاج يا اخوانا عندنا في العلاج نفس العلاج باللعب حجيب. يعني في العلاج باللعب، يعني تخلي الطفل يلعب. حتى ناس بعض الحاجات زي الهايبر اكتيفيتي زي النشاط الزايد بنجيب له المكعبات بنجيب له عشان النشاط ذاته يستنفذوا في حاجه مفيده، وبالتالي يعني بدل ما يطلع هنا وينزل هنا ويكسر ده ويضرب ده كده يعني. فاللعب مهم جدا ما نحرم الاطفال منه حتى الاطفال الممتحنين. طيب نحن نستقبل اخوتنا وفاق من الولايه الشماليه القولي. السلام عليكم وفاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك واخوتنا وفاقة تفضلي. الله يكرمك. أنا أشكركم على هذه الموائد المهمة التي تعالج المشكلات الاجتماعية وجعلها الله في موازين حسناتكم أجمعين. اللهم آمين. آمين يا رب. هناك كثير من الكلمات الإيجابية التي تدعو للحياة الزوجية، حياة مستقرة وحياة مثالية. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أروع الأمثال، كلمة طيبة فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة وفرعها في السماء. الكلمات الطيبة تعالج كثير من المشكلات. هي الكلمات الطيبة لابد أن تكون معها من الصدق، تكون نابعة من القلب لغرض حل المشكلات الاجتماعية التي تقع في الواقع، ومن أجل تصحيح سلوكيات الخاطئة التي تكون في المجتمع، من أجل أيضا الرقي والسمين متأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويا حبذا إذا كانت الكلمات منبعثة من الآيات القرآنية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا شك فيها أنها هي صادقة تعالج الكثير من المشكلات. وإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في القول وفي كل شيء. وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أخوتنا وفاق من الولاية الشمالية على هذه المداخلة والإضافة إن شاء الله من خلال فقرة مزيد من الحب. طبعا الرائع جدا انه هذه الكلمات الطيبه تكون موجوده في البيت واستشهادات من الكتاب. الكلمات الطيبه والكلمات اللينه وذكرت الان الاخت جزاها الله خيرا مساله القران يعني الكتاب والسنه ما تركت شيء بالنسبه للتربيه حقيقه. شوف فرعون سبحان الله وصل الى مرحله قال انا ربكم الاعلى. شوف الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يخاطب موسى عليه السلام وهارون عندما ماشيين يعني لفرعون فقولا له قولا لينا. شوف زول قال انا ربكم الاعلى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني النتيجه بتاعت القول اللين التذكر او التذكر الخشيه. والخشيه نعم. فبالتالي هي ذكرت نقطه مهمه جدا اللي هو الذكاء العاطفي في الاسره الايجابيه. طبعا. اللي هو كيفيه قراءه مشاعر الاخر، كيفية يعني الرد على الكلمات مع بعضنا البعض، الكلمات الجميلة الكلمات الطيبة لها الأثر النفسي العميق جدا بالمناسبة.
في نفس الأطفال، في نفس الزوجة، إذا قالت لزوجها، الزوج لو قال لزوجته، الأب والأم لو قالوا الكلمات الحلوة والمشجعة لأبنائهم. بالمناسبة ليها دور كبير جدا، لأنه بالعكس هنجد الكلمة السلبية لها الدور الكبير كذلك في فقدان الثقة. يعني الولد لما أنت تقول له يا غبي أو يا حمار وانت اصلك عمرك ما بتتعلم، وما الكلام اللي عندنا في الاسر ده يا جماعه، يعني ده بيقلل الثقه في نفسه. هذه الكلمات اذا حصل لها تثبيت، بنسميه الفيكسيشن، حصل تثبيت للافكار دي، هو بيشوف نفسه فعلا غبي وما ممكن يتقدم، وبالتالي الرسائل العصبيه اللي بتطلع من عقله الباطن انه هو غبي وما بيفهم وهكذا. طيب فلا بد من الكلمات الايجابيه والكلمات المشجعه. طيب. بنديها للابناء وللبنات. طيب. وبين الازواج. طيب نستقبل المكالمه ونعود لك من جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. حبيبك محمد. محمد اي حبيبك، اتفضلي احنا معاك على الهواء، تفضلي. ايوه انا عندي ولدي في الثانوي. نعم. ايوه يلا بقول لي عاوز يخش الفيس مع اصحابه يعمل له صفحة ويتونس معاه ويحضر فيديوهات وحاجات زي دي، يعني أنا قاعد أرفض ليهم. قاعد أرفض ليهم بدرجة مزعجة، يعني يومه كله بيكون في الفيس ولا بيمارس حياته وبيطلب إنه لا ما حصل خشة أصلا. أيوه هو بيطلب في إنه تكون عنده الصفحة. هل الجهاز عنده اللي بيأهله إنه يخش الفيس يا محمد؟ عنده الجهاز؟ لا الجهاز اصلا مجان. ابوهم ماني عم قال لي ما يخش الفيس، ما احنا يعني ما عمره كم يا ام محمد؟ ثانوي. 14 سنه. 14 أيوة. سنه. آه. ايوه يلا قال لي انت وقت اصلا بابا رافض، خلي اعمل الصفحه دي في تليفونك وانا اتونس مع اصحابي وكده. قالت اقول لها هذا من المذاكره والقرايه من غير ما بابا ما يعرف يقول لي نعمل الصفحه. انت ما واثقه في ناس حابين كل ما عندهم، يقول لي انت ما عندك تليفون ليه ما عامل صفحه ليه؟ انت ما بتثقي فيني. قالت قلنا انا بس اختيك، لكن اصحابك ديل معناها هم قاعدين بيذاكروا. قال لي لا بذاكروا، احنا عبر الفصل ذاته قاعد يخش الفيس. كده قالت لي لازم. طيب اطمئني ان شاء الله يا ام محمد. ان شاء الله ربنا يحفظه لك ويعني ويقدرك على انك انت ترعيه وتهتمي به. نعم. ويعني وتشوفيه كده ناجح في المستقبل، تجد الاجابه ان شاء الله من دكتور عادل ان شاء الله باذن الله. يلا انا دلوقتي قاعد بحاضر معاه كثير، يعني بحاضر معاه وكده، يعني بخليه يكون مغرب شديد مني. ايوه يلا اسمع حذاري معاه ده، بعد مرات بقوم بشتغل حذاري وبقوم بحاضرني كثير لو عاوز حاجه بطريقه بتاعت حذار، حتى لو ما عايز اديها ليه بقوم بديها ليه. لو بقيت معاه جاده، لو بقيت كده كمش انه بحسه هو انكمش. جميل. يلا ما اعرف اتصرف كيف ذات، يعني اكون معاه صعبه ولا اتعامل معاه. تعامل ليه ما قادر اتحمل كده، مضايقه منها شديد. طيب تدي نقطتين مدخرات ان شاء الله تجد لها الاجابه من الدكتور باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك كثير على حرصك الزايد. شكرا جزيلا. شكرا لك. لا والله الامر ده صعب شيء. انا نحمل بس صعب، لكن انا بشكركم مره اخرى لانه البرامج الزيديه والاسئله اللي بتجي من واقع المجتمع هي اللي بتساعدنا انه نحن نكون اسر ايجابيه. فبرضه احنا محتاجين لحلقه. نعم. قائمه بذاته بالمناسبه عن التكنولوجيا، حلقات يعني كثيرة جدا في مسألة وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لكن أنا أتمنى من كل الأسر السودانية أن الهاتف ده يكون بعد دخول الجامعة. يعني دائما بعد دخول الجامعة، يعني الزول دخل أولى جامعة نحن ممكن نديه الهاتف، لأنه بنكون يا أخواننا غرسنا فيه الكثير من القيم والكثير من الأخلاقيات. وما في خوف بعد ده عليه إنه نعم وما في الخوف الكبير في المرحلة زي دي. ممكن هو مثلا يعني هسه بتلقى بعض الاطفال بيستخدموا تليفون الاب والام للالعاب ولكده لفترات محدده. نعم. مطلوب الكلام ده لانهم لابد يا جماعه كمان يواكبوا هذا التطور، ولابد يعني يدخلوا كده. التربيه مساله متوازنه، يعني نحن ما نكون لينين للدرجه البعيده، والامر لابد ان يكون وسط ومتوازن. في اشياء بتحتاج للحزم لابد من حزمها، وفي اشياء بتحتاج للين، وفي أشياء قد تحتاج أحيانا للتحفيز والتشجيع وهكذا. لا بد من التوازن. فبالنسبة لزول زي ده نحن ما نشتري له تلفون في مثل هذا العمر وندي له ويخش الفيس والواتساب والكلام ده. أولا بيشغله عن دراسته. الحاجة الثانية هو غير ناضج بما يكفي أنه يستوعب كل الأشياء الواردة من التقنية. أيوة الواردة، لأنه بالمناسبة في أشياء يعني ضد القيم وضد الأخلاق وهو في مرحلة بتاع التشرب. يعني بس دايماً. بس واقعيا يا دكتور. نعم. عادي نحن بنلقى اكثر. نعم. رواد الفيس وغيره من وسائل التواصل في العمر هم الصغار. نعم. يعني الصغار. ايوه ما نحن لابد ان نقوم.
هذا حتى السلوك بيعرفوا فيه ما لا يعرفوا ما لا يعرفوا الكبار، لكن احنا لابد ان نقيم هذا السلوك يا اخواننا، لانه اذا كانت التربيه متوازنه زي الولد ده احنا بنقدر نتعامل معه بنقدر نقنعه، حتى لو قال الاولاد كلهم شايلين نقول له انه دي حاجه ما صحيحه مثلا، ونحن ان شاء الله انت لما تخش الجامعه حنجيب لك احسن تلفون في السوق، وبعد ذاك تخش الفيس وتخش الواتساب وكل ما في مشكله، ممكن عن طريق تلفون الام مثلا نص ساعه ربع ساعه يعني حاجه مضبوطه حاجه مضبوطه، دي رساله ترسل لهم نعم محمد ذاته حاجه مضبوطه نعم تكون مضبوطه تحت رعايته تحت رعايتك انت نعم، لكن ما تدي تلفون في يده صراحه. طيب طيب نجي نجي للجزء الثاني من الاجابه على ام احمد ان شاء الله بعد ما نستقبل نزار. السلام عليكم اخونا نزار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. السلام ورحمه الله، تفضل. نزار من السعوديه، كيف الحال؟ تمام والله، كيف استاذ يعطيك العافيه. الله يعافيك ويعافيك، تفضل نحن معك. ربنا يصحى ويسعدك ان شاء الله، برامجكم والله جميله وقناه طيبه جميله وقناه مفيده. الله يحييك. احييكم على برامجكم الجميله اليوم ان شاء الله. تسلم والله، يجزاك الله خير فيك. تفضل. متابعنا؟ عندي تابعكم تماما تماما. يلا كلها جميله ومن كلهم اخبار جميله ان شاء الله. الله يديك العافيه، تفضل مشاركتك شنو؟ مشاركتي بزعل من الدوري عن بالنسبه للاولاد، يعني اللي عنده اطفال مثلا، عنده اطفال ثلاثه وواحد عمره 5 سنة ونص وواحد عمره 3 سنة وواحد عمره سنه هسه حاليا تمام. ربنا يحفظهم. لما الثلاثه دي ست سنه قلت منهم على الكليه من طلبات لك انه ابوي جاي ثم جاي. الصوت بعيد يا نزار، صوتك بعيد. ها؟ صوتك بعيد، بس ارفع صوتك شوية. ايوه. قلت لك يعني الموضوع ده بضرب لهم، بقول له يا ابوي انت ما جاي انت ما جاي، يعني انا داير عارف البعد ده كثير يعني بس. ايوه ايوه ايوه. هم متعلقين بي يا حبيبي، انا والله الموضوع ده اثرت فيني. السلام يا اخي. يا سلام. ان شاء الله يورينا حاجه كده طيب مفيده. طيب ان شاء الله دكتور عادل يديك اجابه في الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يرد غربتك وتعود ان شاء الله يعني سالم غانم، وتحقق عدد من النجاحات اللي بتسهم في استقرارك الاسري والمادي، وتحقق عدد من النجاحات، وده ظرف معين عنده زمن محدد، ان شاء الله يمر للاحسن وللافضل. حقيقه بدي رساله لكل المغتربين. المسألة ام محمد نطمن انه حنجي راجعين للسؤال ان شاء الله ان شاء الله. حقيقه بالنسبه للاخوه المغتربين يعني لا بد من التخطيط، دي مساله بيفتغروا لها كثير جدا من المغتربين، يعني بيمشي وهو غير مخطط، لان غربته دي حتستمر قدر شنو مرات 20 مرات 15 20 سنه 15 سنه. بالمناسبه بيجيبوا لنا يعني بعض البنات او الاولاد 11 سنه 12 سنه يقول لك والله ده ابوه يعني ولدناه وسافر، والله حاصل هذا الكلام. فلا بد ان يكون في تخطيط عشان تكون الفتره فتره محدوده، ويرجع الزول وهو حقق اهدافه ويبقى قريب من الابناء والبنات. شيء طبيعي جدا انه ناس في الاعمار دي عاوزين الاسره يكون فيها الاب ويكون فيها الام، ولكل دور يعني في التربيه وفي التوجيه والارشاد والرعايه. فالبعد ده له تاثيراته النفسيه حقيقه. الان هو ممكن يساهم بالاتصال الهاتفي، برضه في الاتصال المرئي، يعني يساعد في انه يكون على تواصل مع اولاده ديل، يحاول يعني انا ما عارف وضعه هو شنو، في ناس بدهم اجازات سنويه، في ناس بدهم كل سنتين، لا بد من الاجازات، والاجازات لا بد الانسان يقضيها مع الاسره، مع الام ومع الابناء ومع البنات، ويعيشهم في جو يعني يكون هو قريب منهم طيله فتره الاجازه، لانه اغلب المغتربين بيجوا اجازه والاجازه كلها جري. نعم يعني هو برضه بيشكو من الطلبات الملحه من بناته، يعني الطلبات دي هو سلوك تعويضي هو سلوك تعويضي. نعم. يعني الطلبات في كله في تعال تعال او جيب لي كده او اعمل لي كده، ده سلوك تعويضي لانه هم ما لاقينه. نعم. جنبهم، فبالتالي بيعوضوا بالطلبات. يعني هسه اي طفل بيطلب من ابوه حاجات كده، حتى في التليفون ده في السودان هنا قبلك، بتكون انت لو قعدك مع اسرتك بسيط وما قاعد مع وما بتديهم وقت للترفيه وللعب وتكون معاهم، فبتلقاهم دائما في التليفون، بابا جيب لنا شوكولاته، بابا جيب لنا ما تعرف ايه، بابا جيب لنا، ده سلوك تعويضي يحسسوك انهم محتاجين يعني كده، فبيعوضوا المساله. فالامر طبيعي، لكن لابد هو ان يخطط
لابد من التخطيط، لابد من الإجازات، لابد من التواصل معهم عبر الوسائل نعم. المعروفة حتى يكونوا قريبين منه، لأنهم في حوجة له صراحة. إن شاء الله يكون ظرف نعم. ويعدي ويمر بإن شاء الله. يعني مسألة التخطيط هي مسألة نعم. ضرورية ومهمة. مسألة ضرورية لأن نعم. الناس بيغتربوا 20 سنة و15 سنة وبعيدين من أولادهم وبعيدين من بناتهم. ما في خطة. يعني في أنا زول بيحكي لي حكاية غريبة جدا، يعني أنه بنته لحد ما بلغت 6 ولا 7 سنة وهو ما شافها أصلا. يعني الوقت ده كمان لما ذكر الحتة دي ما كان في وسائل تواصل بالصورة دي. قال لي والله جيت رسول لي بنات كده، قال لي بنتك هنا، قال لي والله كان مو فستان جايبه من السعوديه ما كان عارف. فتبقى مشكله والله، مشكله كبيره نعم. بالمناسبه يعني طيب. لابد الناس يخططوا طيب. لابد الغربه دي يكون عندها حد نعم. لابد من التواصل مع الابناء والبنات، لابد من الاجازات. طيب نعم. نحن عبر انفاس برد نحيي كل الاسر الحريصه نعم. على مصلحه ابنائها، والاسئله والاستفسارات كلها اللي بتعكس مدى الاهتمام نعم. بهذه الفقرة وغيرها من الفقرات الأخرى. أم محمد ركز على جانب تاني اللي هو تهزر مع ولدها ودائما نعم. بتمرح معاه وبقوم بيستغل الجانب كثير من الأسر يعني والله يا جماعة لابد أنا ذكرت لابد من التوازن في التربية نعم. نعم. في حتات عايزة حزم يعني أنت هي ما هي دكتور نعم. عادل نعم. ذكرت إنه لما تكون قريبة منه هو بينفتح معاها في الحوار نعم. وبيجي يكون بديها نعم. تفاصيل. هي غير متوازنة في مسألة التربية معه وفي مسألة السلوك اللي بتتبعه معه. هي مدية الدلال والانفتاح والان تكون معاه طيبة وكذا اكثر من الحزم. الحزم ايوه. والمساله كفتي ميزان. يا سلام. يعني لابد ان يعرف انه في حتات دايره حزم ودي الام لازم تكون فيها جاده جدا، وفي حتات شكل الحزم كيف يا دكتور؟ الحزم يعني مثلا هسه لو حصل من الطفل سلوك ويجي لنا هزار معاه ولعب وبتاع ما حسمت هذا الامر ولا وضحت له انه التصرف ده غلط ولا عاقبته على هذا السلوك يعني بالدلع الزايد وبالدلال الزايد وبالهزار وبكده. الشخصية ذاتها بتاعت الأم لما الطفل لما الأم تكون هزلية شديد معاه بتضعف في نظر الطفل. يعني أول ما تبتدي في لحظة تحاول تكون جادة معاه الحكاية دي ما بتركب في راسه لأنه الكفتين دائما يعني كده ما متوازنات. طيب أيضا في نعم. إشارة لأم محمد المسألة بتتوقف على الموقف نعم. الحالي أو الراهن اللي هو فيه الولد نعم. يعني موقف بيختلف طبعا يعني اكيد. يعني هي موقف تكون فيها حاسمه وموقف تكون فيه شنو لابد يا جماعه، لانه لو انت لقيت نفسك زي ما الدلاله الزايد بالمناسبه له مشاكله كبيره جدا، لانه هنا انت بتكون ما في تربيه اصلا، في دلال زايد وفي دلع زايد، واي حاجه دايره الطفل بيدوها له، واي مثلا حاجه هو عايزه يعملوها له وهكذا، ده دلال زايد ودلع زايد، وبالتالي له يعني بياثر في شخصيه الطفل. وبالمناسبه من مثلا ابدر لك سلوك بسيط جدا، الطفل اي حاجه داير بالدولي ما في كلمه ما في صحيح كويس، ده بالمناسبه بتؤدي لقدام مرات للسرقه المرضيه الكليبتومونيا، لانه لو ما لقى الحاجه لانه تعود اي شيء يلقاه. لكن لابد نربي اطفالنا على ده في وبكره ما في. دي واحده من الدراسات نعم. حتى أنا اصلا دي تهيئه ذاتها اللي نعم. طلعت عليها واحده من الدراسات، لابد من ان تعطي ابنك فيتامين نو لا يعني ايوه بضل حتى نعم. اول حاجه فيه متوفر نعم. يعني وقاعده تربوي مهم تهيئه للظروف المهم نعم. يعني انا بتناقش مع احد الابناء والزملاء يعني قبل يومين فقال لي مرات بيكون عندي قروش في جيبي يا نعم. بابا انا داير الحلاوه دي، بقول له والله ما عندي قروش ما في قروش او ما عندي قروش هو قاصد يغرس فيها انه مره في مره ما في، ودي مهمه جدا طبعا جماعة. طبعا بس يكون أيوة ما يكون يعني شايف بعض الاطفال بيجوا يقول لك بابا لو عندك بعد ما عرفوا الحكايه يقول لك بابا لو عندك انا عايز كده. دي خطوه كويسه خطوه جميله جدا بالمناسبه. فلا بد من مره في مره ما في، لا بد من لحظات. تفضل. طيب اتصال الان معنا. مرحبا. الو. عليكم السلام. صوت بعيد. الو من ليون. عليكم السلام عثمان من اهل النيل. مرحبا بك، احنا معك على الهواء يا ام عثمان. ايوه سلام عليكم. السلام ورحمه الله. احييكم واحيي بيكم. الله يعافيك ويبارك فيك ان شاء الله. فيك. بتتكلموا عن الايجابيه مال الايجابيه في الاسره وفي التعامل الإيجابية. مع الابناء. طيب ها الإيجابية في الأسرة دي صبها مطلوبة وطبعا بتحل كثيرا من المشاكل في الأسرة، لكن لا. المشكلة في مع المجتمع الخارجي. أيوة طيب يبدو انه في اشكال فهمنا الجزئيه الاولى من البيئه الخارجيه التاثيرات الخارجيه ومشاكلها وتبعاتها ممكن نعم. تكون بالداخل نعم. للاسره.
طبعا اذا كانت التربيه تربيه صحيحه في الاسره وتربيه سليمه زي ما ذكرنا الاسره الايجابيه لا تصاب. ايوه القدوه في ده تحصين نسميه، ده بيكون محصن اصلا. اذا قام ولقى في البيت قدوه حسنه، لقى مبدا الحوار، لقى يعني احترام الخصوصيه، لقى الاب والام متفهمين لمراحل النمو المختلفه ويتعاملوا معه والتعامل الصحيح، الطفل لا بد ان يخرج للمجتمع. وفي بعض الاضطرابات بالمناسبه بتحصل بنسميه اضطراب الانتقال، يعني من البيت للروضه، من الروضه للمدرسه، من المدرسه كده يعني، فلا بد ان يخرج الابن او الابنه للمجتمع. بالتالي المجتمع بقى فيه كثير جدا من السلبيات، لكن الأسرة الإيجابية ربت أبناء تربية سليمة وتربية صحيحة من كل النواحي يعني الدينية والاجتماعية وما إلى ذلك، فده بيكون محصن أصلا ضد هذه الأمراض التي تكون في البيئة. جميل. نعم. طيب فيما يتعلق بأنه الأم نعم. تتعامل التعامل الجميل الإيجابي الراقي وهذه التفاصيل، نعم. كيف تقدر تضبط المسألة التوازن، تحقق التوازن اللي ذكرته بعد ما ناخذ المتصل؟ خالد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مرحبا بك، الله يعافيك ويبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحييك. تفضلي. تفضلي. أنا ولدي خالد ده يعني هسه قرب يكمل ال 22 سنة، وربيته أنا براي أبوه كان برا السودان، فكان من خوفي عليه، وكنا في حي يعني سلوك الاولاد في الحي ما كان بيعجبني، فكنت ما بخليه يلعب في الشارع. فهو الحمد لله سلوكه قويم واي شيء، ومن ناحيه اكاديميه ممتاز يعني. هسه هو قرب يتم ال 22 سنه هو شغال، لكن المساله بقى ما اجتماعي، بقى انطوائي شديد. وحتى يعني انا مرات بساله اسئله خاصه، انت يعني عندك علاقات مع بنات يعني فكرت تتزوج؟ لقيته حتى منكمش، حتى من البنات في الجامعة منكمش، يعني ما عنده علاقات ولا عنده علاقات في الحلة، يعني جيراننا بالحيطة ما بشي بيعرف الأولاد، ما بيجامل في المناسبات. في الحلة. جميل. جميل. واضح جدا. طيب. تلقي إجابة إن شاء الله. تعطيني الإجابة وشكرا لحرصك كمان. ربنا إن شاء الله يحفظك إن شاء الله. وأحييها أمي خالد. وبقول لها انت جزاك الله كل خير من ناحيه القيم والاخلاق وكده، غرستها فيه غرس طيب جدا. دي واحده من سلبيات الاغتراب، انه الاب غير موجود وهي ربته يعني بمعرفتها، وحجبته عن المجتمع الخارجي، حجبته عن المجتمع الخارجي، والان هو دي بتكون زي سوشيال فوبيا بنسميها، الخوف الاجتماعي، يعني حصل عنده الان خوف اجتماعي. وأطمنة جدا أن الخوف الاجتماعي بيتعالج يعني بكثير من الخطوات، بيتعالج وبيرجع للمجتمع طبيعي. لكن السبب في أنه هو طلع كده أنه هي قبيل حجبت عنه البيئة الخارجية تماما، وخلته منطوي على نفسه غير منخرط مع الآخرين. ووجود الأب هنا مهم ليه يا جماعة؟ لأنه أصلا إحنا بنسوق أبنائنا عمر 11 و12 بنسوقهم معانا المناسبات. ليه؟ حتى تتشكل حتى شخصيته، تتشكل شخصيته، يعرف انه في حاجه اسمها مجاملات، وفي حاجه اسمها زول دعاك تمشي ليه وكده. فبقول للاباء يعني لابد ان يصطحبوا ابنائهم من سن مبكره، يعني من المراهقه المبكره او قبلها، للمناسبات الاجتماعيه، للمشاركات مع صله الارحام، الزيارات دي اللي هي بتكون الشخصيه الاجتماعيه اللي بتخلي الزول غير منطوي، غير يعني بعيد عن مجتمعه. طيب حتى هي بيعاني هي بعدين حتى في العمل بالمناسبه، نعم. علاقاته مع زملائه مشكله. نعم. يعني هي حرصها كان يعني حرصها على خايفه من المجتمع الخارجي والبيئه. نعم، لكن كان الاصح انه هو يخرج لهذه البيئه وهو مشبع بالقيم ومشبع بالاخلاق مع مراقبته هي، يعني الناس ما يقولوا الام ما بتربي، بتربي بالمناسبه لو مسكت الاسلوب الصحيح. نعم. ولعله عندنا يعني الامام مالك رحمه الله ربته امه يعني في غياب والده. نعم. طيب كان احد الائمه. طيب الان نقف على الحل، يعني هو أيوة. 22 عام. الحل الان خطوه عمليه قابلت اختصاصي علمي نفس يعالج مسألة السوشيال فوبيا، الخوف الاجتماعي. نعم، دي أول خطوة تقابل أول خطوة فيه. نعم، أول خطوة. طيب ما ماشي، قال لك ما ماشي. لا، ما هو قال ما ماشي، دي برضه لابد يخضع للحوار، يخضع للنقاش، يتفهم انه في مشكله. هو يبدو انه علاقته بامه خالد، علاقته بامه كويسه قويه، امه يعني ممكن تتحاور معه وحرصها نبيل. نعم. ومقصده كان طيب، مقصده طيب، ما شاكين في ذلك، لكن الحالي. الان تبدا العلاج بانه هي لابد ان توضح لابنها خالد انه في مشكله. يا خالد يا ولدي، انا شايفاك يعني ما بتمشي المناسبات، والحاجه دي مهمه جدا، والزول براه ما بيبقى، ولازم الزول يدخل في الناس وكده، ولا بد من العلاقات الاجتماعيه، لا بد من الزيارات. تحاول تناقشه باستمرار،
على اساس انه يعني يحاول يقتنع انه في مشكله. اول ما يقتنع انه في مشكله هي ممكن بعد ذاك تبدا مساله العلاج. اذا ما دار مثلا اذا الحاجه ما سيفير يعني ما حاده، ممكن اذا مشى معاها زياره زيارتين للاهل، خش وسط اهله، تبدا بالاقارب يعني الريليتيفز على اساس انه بيكونوا اقل شيء ممكن يكون معاهم فاميليار بسرعه، يعني اولاد عمه اولاد خاله اولاد نعم. خاله نعم. بعد ذاك تبتدي تطلع شويه تتوسع مثلا للاغراب وكده. فعلاج الخوف الاجتماعي عند الاختصاصيين النفسيين عنده جلسات معينه، عنده واجبات منزليه بنديها للزول يعملها حتى مع نفسه، يعني زول يتحدث مع نفسه مثلا براو مع المراه، بعد شويه يحاول يناقش بعض الامور مع امه ذاته، حتى لو مواضيع في الجرايد في المجلات يبتدي يتناقش مع امه، ياخذ يدي، بعد شويه مع امه وخالته، بعد شويه مع بيت خالته وود عمه، هكذا. نعم. يعني في علاج بنسميه التدريجي في المساله دي. فهو عنده الخوف الاجتماعي نتيجه للتنشئه الاجتماعيه اللي هو قام معزول عن البيئه الخارجيه. وفقدان التوازن اللي اشرت عليه. نعم. طيب. يعني هي ركزت على كفة واحدة وتركت الأخرى. نعم. يلا كيف نحن نقدر لكن بنشكره أنه غرست فيه القيم وغرست فيه الأخلاق، ودي مسألة مهمة جدا. والآن خالد هو محصن، يعني ما في حاجة إن شاء الله بيتأثر فيه من المجتمع الخارجي بإذن الله. إن شاء الله. طيب الآن نحن محتاجين للبحث عن الكيفية في تحقيق التوازن، عشان نعم. بعد ذاك ما تحصل لنا النتيجة اللي احنا خايفين منها. نعم. وما تحصل نتائج. يلا انا شبهت التوازن ده بالميزان. يعني انه لابد المسألة ما تكون فيها دلال زايد وما يكون فيها كمان اهمال. نعم. يعني لابد من لحظات يكون فيها اللعب، يكون فيها الهزار، يكون فيها المزاح، لحظات تحتاج مثلا للحزم، تحتاج للانسان يكون صارم شويه. في برضه يا جماعه التحفيز والتشجيع، يعني اصل الاطفال والابناء والبنات وحتى في المدارس انا بلاحظ انه العقاب موجود، لكن وين التحفيز؟ يعني ما جاء يوم ولا دي ولا بنتي قال لي يلا يا بابا الليله ادوني قلم هديه لانه انا جاوبت مثلا في الفصل، لانه شاركت، لانه كده، لكن كلك دقوني لانه عملت كذا وكذا. الا تكون مهارات فرديه لبعض. أيوة. المعلمين. ايوه يعني. عند بعض المعلمين موجوده والله. ما بنعمم. أيوة. ما بنعمم اصلا، يعني لانه في معلمين احييهم والله انه عندهم الجانب التربوي والجانب النفسي والجانب التوجيهي والجانب الارشادي موجودين الحمد لله، لكن لابد من التوازن، يعني لابد انه يكون زي ما في عقاب يكون في ثوابت تشجيع. طيب ان شاء الله الموضوع كبير جدا، موضوع واسع ان شاء الله، حيكون في حلقه ثانيه معاك ان شاء الله نفس العنوان اللي فصلت فيه اكثر. الخصال عامه جدا، انت لاحظت مدى استجابه الاهل والاسر بالاتصال. نعم. تنبيهات ورسائل للاسر ترسلها في ختام في ختام اليوم. هذه الحلقه انا احيي كل الاسر السودانيه واقول لهم نحن كاسر سودانيه حقيقه عندنا الكثير من الصفات الايجابيه والصفات الجميله، وفي ذات الوقت عندنا اشياء سلبيه لابد ان نتخلص منها، الانفعال الزايد، التوترات، الكلمات القاسيه مع الابناء، لابد زي ما ذكرت يعني الابنه والزميله في الحلقه قبل دي او في الفقره، فلابد ان اعرف ان التغيير ممكن. فأي أسرة سودانية بحييه بقول له التغيير ممكن، ممكن الأب يتغير من العصبية يكون إنسان هادي ويكون إنسان يعني متزن، ممكن الأم تغير من أسلوب تربيتها مع أبنائها، وبلقوا النتيجة ثمرة جميلة جدا. فمعا للتغيير نحو الإيجاب. ومعا نرتقي. ومعا نرتقي للإيجاب. شكرا جزيلا دكتور عادل محمد بشير اختصاصي نفس على هذه المساحة. إن شاء الله موعودين بك، ونحن كل الأسر التلفونات الآن شغالة ومستمرة، نوعد إن شاء الله لأن الموضوع حقيقة كبير. صحيح. دكتور عادل إن شاء الله في ذات الموضوع يكون في مساحة للتواصل أكثر وأكثر. إن شاء الله. الموضوع مهم يا خليل. موضوعات حتى متداخلة، حاله لاحظنا أي محور بيقودنا لموضوع موضوع كبير جدا تربوي. نعم.